بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي طلبة هندسة ماجستير الإنشاءات في كلية في قسم الهندسة المدنية، كلية الهندسة جامعة بغداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في هذا الفيديو نحاول أن نراجع، راح نتكلم في سكشن 2.3.2، نحاول أن نراجع الكومبلكس فاريابل، its presentation، كيفية إظهارها. الكومبلكس variables، their presentation، كيفية إظهارها. المتغيرات المركبة، كيفية إظهارها. and Euler formula، باعتبار هذا الموضوع راح نحتاجه خلال السنة. الكومبلكس number، الكومبلكس number هو a pair، هو زوج، يكتب هالشكل عادة، يكتب Z complex number، هو زوج يكتب هالشكل Z small Z، ويتكون من two parts، يتكون من ال X ويتكون من ال Y، يعني يكتب بطريقة تشبه ال coordinate، ال point coordinate. هذه البوينت، كأنما البوينت كوردينيت، يكون الاكس هو المسؤول عن الريل، هذا هو الريل بارت، اوكي، ويكتبوا بهالشكل، يقولون الاكس هو الريل اوف زت، وهذا هو الايماجينري بارت، فيقولون الواي هو الايماجينري of Z. اوكي. هذا التعريف او هاي الفكرة منو صاحبها؟ صاحبها فد ايطاليان ماثماتيشن، فد رياض، عالم رياضيات او رياضي ايطالي اسمه غارديانو. هذا هو اخترع فكرة الكومبلكس حتى يحل الايكويشن، باعتبار نظم الأعداد تتطور حسب الحاجة. مثلا شوفوا حضراتكم، أنا إذا أريد أحل هيك معادلة مثلا، فهاي أقدر أحلها، يطلع الحل بال natural number، لأعداد موجبة، يعني هاي هي الانتجرز الموجبة، يسموها ناتشرال، للإنسان أول ما بدأ يعد بيها، يحسب بيها، فيسموها ناتشرال. إحنا بعدين اكتشفنا إنه مثلاً إنه إذا أردنا نحل هيك معادلة، فبعد هذه الناتشرال مو كافية، ليش؟ لأن هنا راح يطلع عندنا الحل يستوجب أكو شنو؟ أكو فراكشن. فهنا طورنا، وسعنا دائرة الأعداد مالتنا، كانت البوزيتيف انتجرز، هسه البوزيتيف اند فراكشن انتجرز. بعدين اجينا ردنا مثلا نحل هيك معادلة، فايش ظهر عندنا؟ ظهر عندنا انه الاكس هو جذر الاثنين، طبعا بلس ماينس، هذا هو الريشنال نمبر، فتوسعت الدائرة، صار الانتجر والريشنال بوزيتيف، الأعداد اللي هي النسبية الموجبة والأعداد غير النسبية. من صارك تربيع بالموضوع، يعني خليني نجيها بغير شكل، من مثلا نجينا احتاجينا نحل هيك معادلة، اضطرينا نوسع السيستم مالتنا حتى يصير نيجاتيف، فاللي هنا صار عندنا سيستم بي بوزيتيف ونيجاتيف، بي انتجر وريشنال وإرريشنال،
أرقام صحيحة ونسبية وغير نسبية. هيك سيستم، هيك سيستم. هذا سدان حاوطة، هيك سيستم يسموه الريل سيستم. الريل سيستم اللي هو نظام الأعداد الحقيقية. الآن هذا كارديانو اجى لهيج معادلة، فالمعادلة من هالقبيل. هنا مثلا عنده اكس تربيع او اكس تربيع مثلا زائد واحد يساوي صفر. فايش قال مثلا؟ قال انه الاكس تربيع يساوي ماينس واحد. هنا طبعا ممكن نتوقف نقول انه هاي ما الها حل، لان يعني بالريل سيستم ماكو عدد بعد ما تربعه يبقى سالب، لان هو اذا موجب يصير موجب، اذا سالب يصير موجب، لان تربيعه سالب في السالب. فممكن نتوقف او لا، ممكن شنو نوسع السيستم مالتنا. فاذا وسعنا السيستم مالتنا، اذا وسعنا السيستم مالتنا يظهر الكومبلكس. الكومبلكس، فهذا الكومبلكس، الكومبلكس هذا الكومبلكس لو تلاحظوا بي جزئين، بي في الدائرة داخله هي أصغر، هاي هي الريل، ودائرة خارجها هي الإيماجينري. إيماجينري، أوكي. فهذه يعني الفكرة بالتالي هي تطوير لنظام الأعداد، تطوير لنظام الأعداد اللي عندنا، بحيث نقدر نتعامل مع هيك معادلات. منو قلنا اللي يواجه هيك معادلة وحلها، يعني حاول يحلها فطور نظام الأعداد؟ هو هذا كارديونو. منو اللي وسع الفكرة؟ قال إذا معناتها عندنا نظام أعداد اسمه الكومبلكس نمبر، هو كارل فريدريك جاوس، هذا عالم الرياضيات المشهور. الآن احنا في اي نظام اعداد؟ مثل ما تعرفون عندنا الجبريك ريبريزنتيشن، عندنا تمثيل جبري وعندنا تمثيل هندسي. فقالوا اذا نريد نمثلها تمثيل هندسي، فقالوا خلينا نمثلها بهالشكل، نخلي الريل يمثل الاكس اكسس، ونخلي الايماجينري يمثل الواي اكسس، وهذا كومبلكس نمبر هو كأنما نقطة، كأنما نقطة. فهل قد تمتلك ريل، يعني هل قد تمتلك بروجكشن على الاكس اكسس، وهل قد تمتلك ايماجينري، يعني هل قد تمتلك بروجكشن اون واي اكسس. فبالتالي صار عندنا دايجرام، وصار انه هذه الايماجينري نمبر اله كوردينيت، بس فرقه مو مثل الريل. الريل الوحده كنمبر الى كوردينيت واحد، هنا الايماجينري الوحده هو الى تو كوردينيتس. منو صاحب هاي الفكره؟ صاحبها هو ايرجاند، هذا جين روبرت ايرجاند، هذا اللي هو عالم رياضيات فرنسي. زين، الان عندنا فشي يسموه الكونجيجيت. الكونجوجيت هذا يعرفوه بهالشكل، اذا هذا زد فالكونجوجيت مالته انه الاشاره الموجبه تصير سالبه. طبعا شنو ميزه الكونجوجيت؟ انه ممكن نخلص يعني من الايماجينري، يعني اذا نضرب زد بزد بزد بار يطلع فقط الريل بار يبقى. اوكي بعد الان هسه لو تلاحظون احنا كانما جايين يعني نمر بمراحل تعريف نظام اعداد جديد. اول مرحله عرفناه بشكل جبري، ثانيا عرفناه بشكل ترسيمي جيومتريك. وهاي المساله طبعا ما تتوقف اللي هنا، لان تعرف شكل ترسيمي، عندك بشكل ترسيمي اللي هو يسموه الكارتيزيان، وعندك بشكل ترسيمي اللي هو يسموه البولر. فالبولر مالته شنو؟ البولر مالته هو هذا البولر مالته، انه هاي النقطة يتخيلون انه هي معرفة بالبولر. فالبولر عندك الار، هذا الار فيكتور اللي هو يمتد من الاوريجن للنقطة،
وعندك الثيتا الار والثيتا، الار والثيتا. الار شنو هو؟ الار هو مثل ما قلنا الار هنا بالتالي يريدوا يطلع فقط ريل ما بي اماجينري، ويمثل طول بدون فكرة الاماجينري. فشون نخلص من الاماجينري؟ نضرب الكومبلكس بالكونجيجيت مالته. بس بالنتيجة صار تربيع بالموضوع، فنرجع نجذره. زين احنا عندنا الاكس اكسس هو الريل والواي اكسس هو الاماجينري. حتى هذا السيستم ليصير شاذ عن السيستمز مالتنا، فاحنا متعودين من بالبولر كوردينيت الزاوية من وين تقاس؟ تقاس من الاكس مو من الواي، مو اي حتى تبقى نفس المعنى. مثلا احنا هسه ليش كوساين الصفر واحد؟ لان مقاسة من الاكس، لو مقاسة من الواي يطلع لها غير معنى. ليش الساين والكوساين اثنين هم موجبات بالربع الاول بينما الكوساين سالب بالربع الثاني؟ لان مقاس من الاكس. فحتى هاي المفاهيم لا تتبدل، من اجا ووصفوا الكومبلكس بالبولر كوردينيت حاولوا يحافظون على نفس الافكار، فخلوا الزاوية ثيتا مقاسة من الاكس. اذا صارت مقاسة من الاكس صار الريل هو الممثل بالكوساين، والإماجينري هو الممثل بالساين. فشوفوا الآي وين ظهرت؟ ظهرت ويا الساين، والآر هذا هو كأنما الراديوس، كأنما هو الراديوس. الثيتا راح تصير هي هاي الثيتا يسموها الأريجيومنت أوف زت، أريجيومنت أوف زت. أوكي، وهي شو تمثل؟ تمثل هذه ما ادري مر عليكم او لا سابقا، الارك تان، هذه يعني التان انفرس. التان انفرس لو يكتبوه بهالشكل، اي انفرس لو يكتبوه بهالشكل، لو يكتبوه ارك، يجي ارك. اوكي، ويكتبون الداله وراح. زين هنا صار اكو معنى بالتالي بالبولر كوردينيت، صار اكو معنى انه احنا نعرف زت 1 وزت 2، وصار اكو معنى شنو زت 1 ناقص زت 2. يعني المساله بدها تصير مثل الفكتورز، هي مو بدها، هي بدها تصير فكتورز. فالان شنو اللي اكملنا عرفنا، خلينا نرجع للعنوان، كانما عرفنا الكومبلكس فاريبل، قلنا هي فد نظام اعداد جديد ابتكرناه حتى نتعامل مع نوع معين من الدوال. طرق البرزنتيشن مالته الى طرق الجبريك برزنتيشن والى جيومتريك برزنتيشن. الجيومتريك برزنتيشن ينقسم الى جيومتريك برزنتيشن وذ ريكتانجولار كوردينيت والجيومتريك برزنتيشن وذ بولر كوردينيت. الان ننتقل خطوة، اي سيستم الى دوال. احنا ايش راح ناخذ من هذا الدوال مال كومبلكس؟ ناخذ الداله اللي تهمنا اللي هي الاي تو اكس، وناخذ التراجونومتريك فانكشنز. فنبدي بايش؟ بالاي تو اكس. هسه الاكسبونيشنال، يعني هسه يراد نعرف هاو تو ديفاين اي تو زد. احنا مر علينا اي تو اكس عرف، يعني بالرياضيات عرفناها. اوكي، اي تو اكس يعني من تكون كلها ريال. هسه اي تو زد شنو معناه؟ يعني هنا اي وهذا الاكسبوننت بجزء ريل وجزء شنو؟ وجزء ايماجينري. فهنا العمليه عمليه تعريف. شنو يعني تعريف؟ تعريف معناته هاي المايلستون، هاي الكورنر ستون، هاي نقطه البدايه. فبنقاط البدايه ما من حقنا نسال عالم الرياضيات انه ليش يعني ما عندنا فت شرح للتعريف. هو تعريف نقطة، هو التعريف هو نقطة بداية. زين ممكن بعدين مسائل معقدة من نسأله ليش، يعني ليش صارت بهالشكل، يقول لين بالتعريف. بس من نوصل لنقطة التعريف نفسها فهي نقطة بداية، فت نقطة صماء يبدون من عندها علماء الرياضيات. الآن اذا سالنا احنا مره اخرى قلنا ما من حقنا يعني نحاول انه يعني نفسر التعريف بدلاله شيء ابسط، بس من حقنا نساله انه انت ليش عرفت بهالشكل. هو شوف شلون عرفها،
قايل اي تو زد هيك راح اقصد بيها، راح نعرفها بهالشكل، نتفق كانما عليها انه هاي معناها. هي انه اي مال جزء الريل، ونفتح قوس في الكوساين مال جزء الايماجيناري زائد اي في الساين مال جزء الايماجيناري. هسه احنا هذا تعريف يعني هو من حقه يبدأ بأي تعريف، بس احنا الآن لو سألنا ليش انت بديت بهذا التعريف، قال حتى الرياضيات يصير شغال. ايه باعوا هنا احنا شلون رسمنا العلاقة؟ رسمناها علاقتين دائرة بداخل دائرة، يعني شوفوا نظم الأعداد هيك يصير، هذا الريل وهذا الإماجيناري خارجه، واثنينهم هما الكومبلكس. يعني احنا ما رسمناها بهالشكل، يعني احنا لو مثلا راسميها بهالشكل الوضعية كلها تختلف. يعني لو هنا الكومبلكس وهنا الريل، معناتها اكو 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 جبر، اكو يشتغل هنا شكل يشتغل هنا شكل. هما يقولون احنا ما نريد العلاقة تصير بهالشكل، هذا بناء منظومة رياضية بهالشكل مو صحيح. الصحيح انه تبني المنظومة الرياضية بهالشكل. فمعناته شنو؟ معناته شنو الفرق باعوا؟ يعني هنا اذا تبني منظومة رياضية بهالشكل هذا الثاني، اذا تطفي الكومبلكس تطي الكومبلكس تخليه صفر، مو بالضرورة توصل النتيجة. يعني اذا تخلي الكومبلكس صفر ما يرجع ريال، لان انت يعني بانيهم مو حلقة بداخل الاخرى. بس هنا اذا تخلي يعني الواي صفر، رأسا تلقي نفسك وين صرت بداخل الريال. يقولون هذا هدفنا الرئيسي. احنا عرفناها بهالشكل الاكسبوننت حتى اذا نعوض الواي، باعوا اذا الواي صفر المفروض الدالة شبيهة ترجع رأسا الواحد تصير ريال، لان الزيت صار ريال، واحنا مو هذا الزيت الاكس زائد الاي في الواي، فاذا هذا صفر معناته رجعت ريال، فالمفروض كل دوالة ترجع تلقائيا الى شكل الريال. خلينا نجرب بالله نشوف هالكلام صحيح لو لا. اذا عوضت الواي صفر راح يطلع ساين الصفر صفر يروح الاي، كوساين الصفر واحد فترجع الدالة ريال. اوكي هاي اول شغلة. الشغلة الثانية يقول بالريل سيستم، هاي الدالة اللي هي الاي تو اكس بها خاصية ذهبية، هاي الدالة الاف بها فت خاصية يعني عجيبة، انه هي الدال المشتقتها تساويها، ومهما تشتقها تبقى محافظة على شكلها. يقول هاي اهم ميزة بالاكسبوننت. هي ليش الاكسبوننت تطلع بحلول يعني بحلول ديفرنشال ايكويشن بكثرة؟ يعني انت مثلا تريد تحل ديفرنشال ايكويشن هي شكلها، فشو تفكر؟ تفكر بدالة ما تتأثر بالاشتقاق، حتى بعدين يعني لو بعدين تقدر تسحبها عامل مشترك وتبقى جزء جبري هنا. اوكي فهاي منو توفرها؟ انه توفر ان التي الاي تو اكس. المفروض من الروح للكومبلكس سيستم هاي الخاصية ما نفقتها، هاي الخاصية ما نفقتها. فيقول ايضا هذا التعريف يعطينا هيج ميزة، انه يبقي مشتقة الاي تو زت يبقيها تساوي الدالة، فنحافظ على هاي الخاصية. بعد هذا التعريف يبقي لنا هاي الخاصية شغالة ايضا، هذا التعريف يبقي لنا هاي الخاصية شغالة، انه عند الضرب تجمع الاسس هذه تبقى شغالة، وهاي إثباتها إذا تريدون تشوفوا زين. الآن طبعا هاي عند الضرب تجمع الأسس، يعني بدينا نتعامل مع دالتين، يعني two exponential
complex function، واحدة اسمها z1 وz2. فهاي z1 وz2 راح ناخذ حالة خاصة، يكون واحدة من عندهم real اللي هي z1 وواحدة من عندهم complex اللي هي z2. هاي حالة، شوفوا هذه الجزء، هذه الواي مالتها صفر، هذه الواي مالتها صفر real، وهذه بالعكس كلها imaginary لان الاكس مالتها صفر. فذني اذا ندمجهن ايش يطلع؟ اذا ندمجهن شوفوا هنا اجينا طبقنا القانون، اي زت 1 في اي زت 2 هي تساوي المفروض تساوي اي زت 1 زائد اي زت 2 زائد فاي اكس 1 زائد اي اكس 2، اي اكس 2 صفر يساوي كوساين، كوساين الواي 1 صفر فبقى كوساين الواي 2، اي ساين الواي 1 زائد واي 2، الواي 1 صفر بقى الواي 2. فاذا طلعها تطلع بهالشكل. زين هاي لو تلاحظوها هي شو تمثل؟ تمثل كانما الاي اكس في الاي اي واي، هاي الـ EX في الـ EIY. اوكي ليش هاي الـ EIY؟ رجعوا للتعريف. زين هذا الوحدة معناته هنا ما عندي complex، عندي imaginary، يعني هذا الوحدة هو E I Y. أوكي لأن هما هيك صايرة بعض. الزات هو E، الزات هو X زائد I Y. هاي شلون ظهرت؟ ظهرت E X، شوفوا هنا الجمع تخيلنا ضرب لـ exponents. فإذا الاكس صفر، كمية مرفوعة للصفر واحد، فرجعت بهذا الشكل. اوكي فهاي شلون افتهمناها؟ افتهمنا هذه هي اي اي واي. اوكي افتهمناها بهالشكل، عوضناها طلعت انه اذا عندنا داله ريل وداله ايماجينري، ف من نضرب الاكسبوننت مالتهم ويطلع ببساطه والاكسبوننت اوف ريل في الاكسبوننت اوف ايماجينري. زين هاي المعادله هسه اذا اروح الى جزء الايماجينري لوحده تطلع عندنا بهالشكل. هاي المعادله جدا مهمه، هاي المعادلة اسمها أويلر فورمولا، نسبة للعالم العالم اللي اكتشفها. هاي المعادلة شنو الأهمية اللي بيها؟ الأهمية اللي بيها انه ربطت بين نوعين من الدوال احنا ما كنا نتخيل انه بيناتهم ربط، وهو الاي والكوساين والساين. لان الكوساين والساين مسؤولين عن من؟ مسؤولين عن البيريوديك. يعني اذا عندنا ظاهره فيزيائيه بيريوديكه شلون نمثلها؟ الساين والكوساين. الاي مسؤول عن من؟ مسؤول عن الجروث او الديكي. يعني اذا الاي اللي اس موجب سالب هو ديكي، اذا الاي اللي اس موجب فهو جروث. فالاي مسؤول عن الجروث او الديكي بالريل سيستم، وهذا مسؤول عن البيريوديك، مسؤول عن الشيء اللي يعيد نفسه مع الزمن، هذا مسؤول عن الشيء اللي ينمو او يتلاشى مع الزمن. فالاويلر فورمولا قال ذني بالريل سيستم مترابطات، العفو بالريل سيستم ما بيناتهم اي ترابط. بالريل سيستم واحد يوصف البيريوديك وواحد يوصف الجروث او الديكي، وذني على طرفا نقيض هاي الظاهرتين. يعني الظاهرة اللي تعيد نفسها هي بعيدة جدا
عن ظاهرة بها نمو أو ظاهرة بها تلاشي. يقول بالكومبلكس سيستم يطلع عن مترابطات، بالكومبلكس سيستم يطلع عن مترابطات. طبعا بعدها يعرف التراغونومتريك بهالشكل. فأهم شيء يعني لو تلاحظون كأنما العنوان سنرجع له، هدفنا أن احنا بالأخير نوصل للأويلر فورمولا، هاي المعادلة الذهبية اللي ميزتها مرة أخرى تربط، تقول أنه ترى إذا رحتوا للكومبلكس سيستم راح تحصلون على فد ميزة مهمة جدا ما تلقوها بالريل سيستم، وهو أن تربطون دالة الساين والكوساين اللي هم تراغونومتريك اللي هم بيريودك إن نيتشر، تربطوهم بالإي اللي هي decay or growth in nature اللي بطبيعتها دالة لو توصف النمو لو توصف التلاشي. فهذا هو هدفنا من الموضوع، انه نطلع بالأويلر فورمولا. اوكي، احنا نتوقف اللي هنا حتى نسجل فيديو للبعد. المهم اهم شيء كان هو هدفنا انه نوصل للأويلر فورمولا، ومرة اخرى اهمية الأويلر فورمولا انه احنا بنروح للكومبلكس سيستم يظهر ترابط بين نوعين من الدوال ما كان بيناتهم ترابط بالريل سيستم، اللي هي دالة الساين والكوساين، دوال الساين والكوساين من جهة اللي تصف البيريوديك فينومينا أور فينومينا. أوكي، تصف ظاهرة فيها تكرار فيها بيريوديسيتي، والإي اللي هي بالريل سيستم يا ما توصف الجروث يا ما توصف الديكي، وبحالات خاصة توصف الستيشنري توصف الثبات. فذني بالريل سيستم من فصلات واحدة عن الله. إذا تروح للإيماجينري سيستم راح تشوف إنه هنا مرتبطات بمعادلة بعلاقة اسمها الأويلر فورمولا. وشكرا جزيلا لحسن الإصغاء.